لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على بطلة كربلاء العقيلة زينب. السلام على قمر بن هاشم أبا الفضل عباس ورحمة الله وبركاته. سيدي أبا عبد الله، ها هم خدمة جوارك ومن جوارك وفي حرمك، نشخص بأبصارنا نحو ضريحك، متوجهين بقلوبنا ودموعنا نحو عليائك، ننشد السلام عليك، معلنين الانتماء إليك، مستأذنين بالدخول إلى حرم تحف به ملائكة ربك، مبتدئين بآيات من الكتاب الكريم، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق كما بدأنا أول
لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور من صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. نقف جلالا واكراما لقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه للدفاع عن العراق وعن مقدساته من القوات المسلحة والحشد الشعبي المقدس، وعلى ارواح الشهداء الذين استهدوا، وعلى الشهداء الذين تم استهدافهم من قبل زمر الإرهاب في مختلف محافظات العراق. فلنقرأ لهم ولجميع شهداء محبي اهل البيت في مشارق الأرض ومغاربها الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون
يقولون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف برحمتك يا أرحم الراحمين. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. لبيك يا حسين لبيك يا شهيد لبيك يا